هو اللي انضمتها جمعية تثمير أعمار الثقافة التعليمية. هي ندوة كتخص موضوع الجهوية الموسعة ودورها في التنمية الاقتصادية للمنطقة. وبعد المناسبة كذلك قمنا احنا من الفريق من المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث قمنا بتنظيم معرض أركيولوجي يضم أهم الاكتشافات وأهم النقاط الأثرية التي تم العثور عليها خصوصا بموقع فرن النعمار. هذا الموقع اللي كتحمل الجمعية الاسم ديالو وهي جمعية فرن النعمار الثقافة والتنمية. من خلال هذا المعرض قمنا بعرض كما قلت أهم الاكتشافات اللي كتجلى في تعاقب عدة حضارات ما قبل تاريخية على المنطقة. وما بين أهم هذه الاكتشافات واللي ركزنا عليها وهي اكتشافات موقع فرن النعمار. هذا الموقع ديال فرن النعمار هو اليوم أصبح موقع بفضل الاكتشافات العلمية الكبيرة أصبح موقع عالمي معروف على الساحة الوطنية وعلى الساحة العالمية، بحيث أن هذا الموقع عرف واحد الاستيطان البشري ديال الحضارة العتيرية اللي كترجع التاريخ ديالها ما بين 180 ألف سنة حتى تقريبا 60 ألف سنة. وهذا الحضارة العتيرية في موقع فرن النعمار تعتبر أقدم أثر لها موجودة بهذا الموقع، بالرغم من أنها الحضارة المعروف أنها كانت تتواجد مختلف مناطق شمال إفريقيا. إذن موقع فرن النعمار أعطانا أقدم أثر الحضارة اللي كترجع تقريبا 180 ألف سنة. بالإضافة إلى ذلك كيبقى هذا الموقع فريد من نوعه، وكما قلت الناحية العلمية، بحيث أن الحضارة العطرية ترتبط بظهور الإنسان الحديد اللي ظهر في المنطقة منذ القدم أي ما حوالي 180 ألف سنة، اللي من بعد الإنسان الحديد غينتقل لمناطق أخرى لا بالنسبة للشرق الأوسط ولا إلى أوروبا اللي غادي يستقر فيها هناك. وتبقى هذه الاكتشافات جد مهمة وتعتبر تراث وطني اللي كان نوجه واحد النداء لجميع الفاعلين لا في المصالح العمومية ولا من ناحية السلطات المحلية ولا من ناحية الجمعيات أو كذلك الخواص. كان نوجه واحد النداء للعمل على حماية هذا التراث الثقافي المهم والفريد من نوعه واللي غادي يخلي أننا نعرفوا الهوية الثقافية لنا ونعرفوا مدى الغنى وتنوع هذا التراث الثقافي. خلال هذه المناظرة الوطنية كانت كذلك تقديم جوج ديال المداخلات. الاولى كتهم اساسا تقديم الاهم واخر النتائج الابحاث الاركيولوجيه اللي دارت في المنطقه، وكذلك عرفنا بجميع المواقع الاثريه التي تم اكتشافها منذ بدايه الابحاث الاثريه بمنطقه الريف الشرقي. تطرقنا كذلك لموضوع حمايه والحفاظ على هذا التراث كونه كيتعرض لواحد التهديدات كبيرة اللي كتساهم في الإتلاف ديالو والتدمير ديالو. محاولة منا لتحسيس الساكنة والسلطات المحلية بالأهمية ديالو وبآليات الحفاظ عليه. من خلال هذه المداخلة تم عرض آليات الحفاظ على هذا التراث من قوانين منظمة من آليات اللي كنعتمدوا عليها لتحسيس الساكنة المحلية بأهمية هذا التراث والترويج له من خلال الندوات الدراسات المعارض. تم تقديم كذلك مشروع إعادة الاعتبار لموقع إفرين النعمار اللي درنا أول خطوة كبداية لهذا المشروع وتمثلت في وضع واحد الأعمدة إشهارية للموقع اللي تم وضعها على الطريق
بحثوا بالعربي، وأعمدة أخرى كتشرح للناس والسائحين أهمية الموقع بواحد أسلوب بسيط ومفهوم اللي تم وضعها بطبيعة الحال أمام المغارة ديال إفرين عمار. شرحنا كذلك أهمية التراث الأركيولوجي في النهوض السوسيو اقتصادي للمنطقة، وهو الشيء اللي كيندرج دابا في الاستراتيجية الحالية اللي غادي فيها المغرب في إطار الجهوية الموزعة، وفي إطار الاستراتيجية السياحية 2020 اللي كتراهن على الموروث الثقافي وعلى المؤهلات الطبيعية والبيئية للنهوض بالمنطقة وتطويرها على المجالين الاجتماعي والاقتصادي. شكرا.